ده المكان برضو ورا الفيلا مانجا برضو، ما شاء الله حاجة مكثفة من الآخر زي ما انت شايف حضرتك، حاجة روعة. تشجيرة ليمون برضو زي ما انت شايف، زارعين خط كده بين الشجر. ان شاء الله حاجة روعة، حاجة طيبة، حاجة طيبة خالص. بنصور لك من جوا الأرض، داخل الأرض أهو. إن شاء الله حاجة أهو، يمين وشمال أهو كده برضه، يمين وشمال. تعال حاجة من الآخر يا باشا، بدأت تخرج دلوقتي بعد إزالة الشجر. الجو الحالي صعيد العجلة، جو حلو أهو. الله، ومحملها بالخراطيم تدفئة من فوق، مية الخراطيم بتاعت التدفئة عشان البرد ولا الشجر. لو عايزين يرموا بالليل برموا بالليل عشان خاطر الثلج ما يجيش على الشجرة من فوق. الخرطوم ده والفوانيس اللي فيها هي موجودة، ودي برضو ايه اللي هي الشكايبة من فوق برضو مخزونة الشكايبة، ما شاء الله حاجة طيبة. وده الحليب دلوقتي عنب، ده العنب زي ما انت شايف حضرتك مطاط زي كله اهو. دي تشابهات العنب، دي برضو تعالى كده. حتى العنب برضه موجودة في الأرض اهي، هي مسمومة ما شاء الله حاجة طيبة. وده جزء برضه من نوع العنب اللي هو الكريسبي، عنب فلافلين اهو. ده كله متغطي زي ما انت شايف اهو، كله ده عنب متغطي ما شاء الله. زي ما انت شايف حضرتك اهو، ان شاء الله حاجة طيبة. ان شاء الله الشعبات الثانية دي برضه ايه نوع عنب تاني برضه اللي هو ايه مكشوف، ده مش مغطي برضه اللي هو الفلين برضه. بسم الله ما شاء الله حاجة طيبة خالص.
نخل كوليت ودي قوافه ودي الشجر برضو زينه ما شاء الله، ودي مراجيح وحاجات حلوه ما شاء الله عليها. ودي برضو مكان ده يوجد في الفيلا برضو مكان كده خاص جنب الفيلا. ودي برضو جنينة تانية للفيلا برضو من الجنب اليمين يسار. بسم الله ما شاء الله حاجة طيبة خالص. ده الشجر الزينة، احنا ماشيين عند النجيل وأوان الشجر خلاص جايين احنا، بس ايه نخلص بس ايه يلا خد كده